أهلا بيكم في الفيديو ده، الفيديو الثالث من محاضرة مصادر التعليم والتعلم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكتب كمصدر من مصادر المادة العلمية. في الفيديو ده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن الارتكلز، المقالات العلمية. المقالات بشكل عام هي زي الكتاب بس نسخة مصغرة. بدل ما تقرأ كتاب 200-300 صفحة، ممكن تقرأ أرتكل 10 صفحات، 15 صفحة، 5 صفحات، depending على الموضوع. لكن طبعا كونها مختصرة فالفوكس فيها بيبقى عالي، بيبقى مركز على موضوع محدد، ما بيعتمدش على ان هو اللي هيوفر لك الخلفية المعرفة اللي مطلوبة. لا، انت جاي جاهز تقرا الارتكل دي، عايز بقى تتعلم التفاصيل يبقى تروح تقرا كتاب او تاخد محاضره او تاخد كورس في الموضوع او في خلفيات الموضوع عشان تفهم الارتكل. هنا ده الموضوع من ناحيه الفوكس، وبالتالي برضو بيخلي عدد النقط اللي ممكن اتكلم فيها في الارتكل محدود، مش زي الكتاب. انا في الكتاب ممكن افتح مواضيع كتيره، بعضها اخده بعمق وبعضها ماخدوش بعمق، لكن في الارتكلز انا دايما بركز على عمق وفي مساحه مختصره. زي ايه؟ زي الحاجه المتقطره، distilled information. يعني usually انا عارف انت سوري، عشان تقرا الارتكل انت اوريدي عندك معرفه مسبقه بكتير من المعلومات، وجاي تقرا حته جديده، حته متخصصه قوي وحته متركزه قوي في الماده العلميه. الحقيقه من الحاجات اللي لازم نعترف بيها بشكل عام سواء في الكتب او في المقالات، ان انت الكاتب لازم رايه بيأثر على الكتابة وطريقة الكتابة. ومن هنا الكتب الحقيقة بتدي فرصة للكاتب ان هو يعرض وجهات النظر المختلفة، بما في ذلك ما يتبناه من وجهة نظر او رأيه هو الشخصي ان كان مختلف عن الاراء التانية. الارتكلز الحقيقة ما بتديش الفرصة دي، واذا ادت فرصة فبيبقى فرصة بسيطة، انك بتتكلم في المقدمة مثلا ان فلان وفلان عملوا كذا قبل كده، واللي عملوه ده احنا مش وافقين عليه او احنا هنثبت انه مش سليم، لكن ما بيديكش فرصة انك تشرح وجهة نظر الطرف الاخر او تشرح وجهة نظر مجموعة تانية من الناس. وبرضو ده يمكن يعني مش هقول عيب، لكن ده بيخليك وانت بتقرا الارتكل برضو ان انت تبقى حريص، ان انت تبقى عارف ان دي وجهة نظر مركزة، وان انت لم تتعرض بالشكل الكافي لوجهات النظر الاخرى. الكريديبيليتي برضو في الارتكلز مش قليلة بشكل عام. طبعا يعني مع احترام لكل المجلات، في مجلات مش شغلها انها تعرض مادة علمية، هتقرا من مجلة من مجلات بتاعة الفن والرياضة، مش المفروض ان انت تطلع منها بمادة علمية مثلا في الهندسة ولا في الكيمياء ولا في الطب، الا اذا كانت مثلا في مجلة رياضية بتكلم عن الطب الرياضي مثلا. المهم ان لكن فيما عدا ذلك، لو احنا بنتكلم على مجلة متخصصة، برضو عادة الارتكلز اللي هتتنشر فيها هتعتمد الكريديبيليتي بتاعتها، مصداقيتها بتعتمد على الجورنال نفسه، المجلة العلمية او غير العلمية اللي بتنشر فيها، وكذلك مين اللي كاتب. عادة في ناس بيبقى ليها نشر كمية مش قليلة من الارتكلز، اسمهم بيبقى معروف. مش كفاية ان انت تقرأ لواحد معروف وما تقراش الباقيين، بالعكس ده الباقيين عادة بيكملوا الكلام ده، وساعات بيطلعوه غلط او يطلعوا فيه اخطاء على الاقل، بلاش غلط بالمرة. فالكريديبيليتي يوجوالي كويسة، وان كان برضو دايما ديبندنج على الناشر والكاتب. برضو الارتكلز هنا فيها عيب،
ان هي ما تديكش الاساسيات، زي ما قلنا مش هتلاقي الاساسيات بتاعت الماده العلميه اللي انت عايز تتكلم عنها موجوده في الارتكل، لكن عاده اللي هتلاقيه في الارتكل هو الماده العلميه الاحدث، اخر ما وصلوا الباحثين او الكتاب في هذا المجال، فهم دول اللي يقدروا يقولوه في البيبر. لكن البيزك انفورميشن بترجع للكتب، لان هي دي اللي بيبقى خلاص بقى الحاجه استوت، زي ما بنقول الماده العلميه دي استوت، فخلاص تدخل بقى ايه في الكتب، لان بقينا خلاص شبه متفقين عليها ومفيش عليها خلافات كتير. ده الحقيقه وصلنا لاخر الفيديو ده اللي هو بنتكلم فيه عن الارتكلز كمصدر من مصادر الماده العلميه اللي بنشتغل بيها. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الفيديوز اللي هو زي الفيديو اللي اتفرجوا عليه دلوقتي كمصدر من مصادر الماده العلميه، فارجو ان انتوا تكونوا معانا ونتفرج مع بعض او نسمع مع بعض ايه اللي ممكن ازاي ممكن نستفيد بالفيديوز في تحضير الماده العلميه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.